وهذا المعرض هذا ديال الدولي ديال الطفل والشباب ديال كتاب الطفل والشباب هو نتاج واحد الاتفاقية شراكة اللي عقدتها جامعة الدار البيضاء مع الوزارة الوصية ديال القطاع ديال الشؤون الثقافية، يعني وزارة الثقافة والشباب والتواصل، ومع كذلك جهة الدار البيضاء سطات. هذه الاتفاقية هذه فيها واحد المجموعة ديال التظاهرات والأنشطة، وفيها دعم مالي يعني مشترك ديال القطاع الوزاري ومع جامعة الدار البيضاء. ومن ضمن هذه التظاهرات هذه كاين هذا المعرض الدولي ديال كتاب الطفل والشباب اللي من خلاله جامعة الدار البيضاء تخصص 5 مليون ديال الدرهم. حقيقة هذه هي الميزانية اللي كانت مرصودة للمعرض يعني السابق اللي تقرر أنه يتنظم في مدينة الرباط، لكن هذا المعرض لا يقل حجما ولا يقل أهمية، بل أنه بالنسبة إلي أكثر أهمية. لماذا؟ لأنه يعنى بالكتاب ديال الطفل والشباب، ولأن حتى المضمون ديالو والمحتويات ديالو غادي يكون يعني في واحد المستوى عالي ودولي من خلال دور النشر اللي غتكون فيه، من خلال الفعاليات ديالو اللي غادي تكون إن شاء الله الرحمن الرحيم، وسيكتشف الزوار بأنه معرض يعني بالأهمية. بالنسبة